فضلكم ظهرت حالات كورونا في مجمع الباقيات الصالحات، وحاولنا نوصل بقيتهم حوالي 8 أو 9، حاولنا نوصل الباقي الناس السليمة والكويسة. طبعا دي ظهرت نتيجة زيارة طبيب أو ممرضة، اللي أنا حابة أتعامل مع 4 أطباء بيجوا أسبوعيا. الشاهد الموضوع بدأ عندي حوالي 8 أو 9 أشخاص من دار أبي ودار أمي. للأسف الشديد أولادهم السلام، بعد ما عملنا أشعة مقطعية إنهم سلام وما فيهمش حاجة، بقيت الدور ما رضوش يستلموهم، قالوا لو اعتبروهم عندهم كورونا احنا خلاص حسبنا حياتنا، من ما عندناش مكان. يعني ما فيش غير 2 3 بس اللي استجابوا وخدوا آبائهم خوفا عليهم. عملنا اللازم، وعملت عزل دور كامل عزل، وبحاول اعمل كل اللي زي ما بيقول الكتاب، وبلغت وزارة التضامن وبلغت. للأسف ما فيش حد بيساعد. لو سمحتم اللي يقدر يساعدني ويتعاون معانا جزاكم الله كل الخير. انا لو حد يبعت جوانتات، لو حد يبعت على الوش دي الماسكات اللي هي تقيلة البلاستيك، عشان الممرضات اللي عندي، الرعايات اللي عندي ما يضيعوش الاخرين، لان في 3 منهم. الموضوع كبير وعايز تعاونكم معايا. انا مش عارفة لحد امتى هفضل واقفة. انا عايزة لو حالات، لو جهاز تنفس قديم، لو فنتليتور حتى قديم او جديد وسعره معقول، لو تعرفوا لي مستشفى خاص بتكون سعرها رخيص شوية، كتر خير. تلطف فينا، دعواتكم ارجوكم، دعواتكم ارجوكم، دعواتكم. الناس ما لهمش حد، ده فيهم لواءات، فيهم لواءات ولادهم مش عايزين ياخدوهم، يقولوا اعتبروهم عندهم كورونا ودول سلام، وعاملين لهم أشعة مقطعية وبعدينهم وعازلينهم وعازلين المرضى بعيد. احنا في زمن صعب قوي، احنا في زمن صعب، ربنا يعيننا على الأيام، ونفوض الأمر إلى الله. حاضر يا حبيبي. عبال ما يروح مستشفى المعلمين اللي في الحكومة يموتوا في السكة، ده أنا محافظة عليهم برموش عيني. ده أنا هموت في يوم خدوهم، قالوا في مكان في مستشفى المقطم، خدوا، كانوا ساعتها 4، خدوهم، فضلوا 3 ساعات وانا قلبي نار. وبعدين ما فيش، راحوا في عين شمس، واحنا معانا دكتورهم استاذ في عين شمس، رحنا على عين شمس، قعدوا لهم 2 3 ساعات ورجعوهم. طبعا شوف بقى، يعني شوفوا حالي شكله ايه، والناس دي بترجع تاني، والناس دي بلا حول لها ولا قوة، وعايزة تغير بامبرز وتعبانين بقى حمت. المهم يعني خلصنا اللعبة دي. بعد شوية معلش عشان خاطرنا رجعوا تاني، رجعنا خدوا واحد بس. بعد ما وديته بقيت مرعوبة عليه، وكل يوم اسأل عليه لما شفنا الحال هناك صعب. عين شمس الحال صعب صعب، ربنا يعين مصر، ربنا يعين مصر، ربنا يعينها ويحافظ علينا. احنا يعني ان لم يرحمنا الله فلا رحم لنا والله. اسمها بالكامل عبلة محمد مرسي عبد اللطيف الكحلاوي، من مواليد عام 48 بالقاهرة. والدها هو المطرب محمد الكحلاوي، من رواد الأغاني الدينية، ووالدتها سيدة تركية مغربية الأصل. دي الدكتورة عبلة الكحلاوي طبعا معروفة، وده محمد الكحلاوي. وهنشوف بقى ايه فعل، ماذا فعل محمد الكحلاوي لإبعاد أبنائه عن الوسط الفني. وقالت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي أن والدها الفنان محمد الكحلاوي بعد اعتزاله الفن كان حريص جدا على إبعاد أبنائه عن الأضواء والوسط الفني. الكحلاوي قالت: إن والدي كان لا يسمح لنا إلا بمشاهدة البرامج الدينية ونشرات الأخبار، ومن حرصه على ذلك كان عندما يدخل البيت كان يضع يده على التلفزيون ليرى إن كان ساخنا، فيعرف أن أحدنا قام بتشغيله دون إذن منه فيغضب غضبا شديدا. الدعية الإسلامية ذكرت موقف حدث لهم مع والدهم في أحد المصايف، قائلة: في إحدى السنوات أردنا أن نصيف في الإسكندرية، فأخذ والدي لنا شقة في عمارة على البحر أمام الملاهي، واختار الطابق الأخير حتى نشاهد البحر والملاهي ونكتفي بذلك دون أن نخرج.
الكحلاوي تابعت بعد إلحاح شديد على الوالد، أخذنا للمنتزه واختار لنا مكانا في آخرها حتى لا يرانا أحد ولا نرى غير الصحراء والبحر، ولكنه فوجئ بمجموعة من الفنانين جاءوا ليسلموا عليه، فقال لنا بصوا الناحية التانية، وقام أحد الصحفيين بالتقاط صورة لنا بشكل مفاجئ، فغضب والدي وأسرع بنا للخروج، وشعرنا بضيق شديد لأن الفسحة باظت، وأثناء خروجنا التقط الصحفي صورة أخرى نشرتها مجلة الكواكب على غلافها وتحتها تعليق كتب فيه وفي وقار تام خرجت عائلة الكحلاوي دون مايوهات أو حمامات شمس. وعن اللبس الذي كانت ترتديه عائلة الكحلاوي قالت أنا وشقيقاتي ارتدينا الحجاب الذي لم يكن منتشرا وقتها، وكانت أمي ترتدي الكاب ولم يكن في مصر من ترتدي الكاب غيرها. من ناحية أخرى كان للداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي بعض الآراء الخاصة، ومنها أنها بكت على الرئيس المصري محمد حسني مبارك معتبرة أنه إنسان ومن الطبيعي أن تحزن عليه. أيضا أبدت رفضها لإقالة المشير محمد حسين طنطاوي، واعتبرت ذلك إهانة للمجلس العسكري الذي حمى الثورة وحافظ على البلد في وقت صعب. أيضا هاجمت من انتقدوا الفنانة المصرية إلهام شاهين، واعتبرت أنهم لا يعبرون عن الإسلام، وأنه كان من الأولى أن ينصحوها سرا. كما أكدت أنها تعاطفت كثيرا مع إلهام شاهين ويسرى بعد أن رأت المتظاهرين يعرضون صورا بها مشاهد غير لائقة لهما في المحكمة، وقالت إن شعورهما جرح بهذا السلوك وأنها تشفق عليهما كثيرا قائلة أكيد هم بكوا كثيرا. أيضا استنكرت قرار منع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت معتبرة أنه غير مجدي، وأنه لا يصح أن نضع على كل متصفح عسكري يراقبه. التحقت الكحلاوي في البداية بمدرسة فرنسية، ثم انتقلت إلى المدرسة القومية إلى أن انتهت من دراساتها الثانوية. التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، رغم أنها في بداية دراستها لم تلتحق بالأزهر، وكانت حاصلة على مجموع كبير في الثانوية العامة، وكانت تتمنى أن تكون سفيرة، وتخصصت في الشريعة الإسلامية حيث حصلت على الماجستير عام 74 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 78 في التخصص ذاته، وتم تعيينها عميدا لكلية الدراسات الإسلامية. تزوجت عبلة الكحلاوي من اللواء مهندس ياسين بسيوني أحد أبطال حرب أكتوبر، والذي أنجبت منه 3 بنات واستشهد في الحرب ذاتها. وكما تقول لولا الإيمان والصبر لفقدت عقلي، لكنها عرفت كيف تحول ألم فقدان الحبيب إلى نجاح. بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها الكحلاوي في البساتين، وطلبت منها السيدة ياسمين الخيام أن تلقي دروسا دينية للفنانات التائبات في مسجد والدها الشيخ محمود خليل الحصري ب 6 أكتوبر، فرحبت بذلك، وكانت من بين هؤلاء الفنانات نورة وعفاف شعيب وشمس البارودي وشهيرة. لها 3 بنات هن الدكتورة مروة أستاذة الإعلام بجامعة أكتوبر، والمحاسبة رضينة والتي حصلت بعد دراساتها في كلية التجارة على دبلوم في معهد الدراسات الإسلامية في الشريعة، وتعد نفسها لتكون داعية إسلامية ليس في مصر فقط بل في الدول التي ترافق فيها زوجها الذي يعمل في السلك الدبلوماسي. أما الابنة الثالثة الدكتورة هبة طلة فتخرجت من كلية الصيدلة. وهنا دي صورة تقريبا مع بناتها الثلاثة، وهنا دي صورة مع أحفادها، أحفادها زي القمر ربنا يخليهم ليها ويخليها ليهم،
في صور ليها نادرة. وقد التقى موقع لها بالدكتورة عبلة في القاهرة، وكان هذا الحوار: أنت الابنة الكبرى للفنان محمد الكحلاوي، كيف كانت علاقة زوجك بأسرتك قبل أن تتزوجي؟ نحن 5 بنات وولدان، وكان زوجي بمثابة الأخ غير الشقيق لإخوتي، ويشاركنا العمل الخير الذي حرص والدي على غرسه في نفوسنا منذ الصغر، وكنا نشارك مع والدي الفقراء في الطعام في المسجد، وكان يأخذنا معه إلى الأحياء الفقيرة حتى نستشعر نعم الله علينا. وهذه المسيرة الخيرية التي غرسها فينا الوالد تواصلت مع زوجي الذي كان بمثابة الذراع اليمنى لوالدي رغم كثرة الأعباء لعمله في القوات المسلحة. كيف تم زواجك؟ قد تتعجب إذا قلت لك أنني تزوجت في سن صغيرة من شاب عصامي متدين لم أره قبل الزواج، حيث اختار والدي بعد أن رأى فيه كل المواصفات التي يتمناها في زوج ابنته، وعندما قدمه لي والدي وافقت بعد أن استخرت الله وأردت إرضاء والدي، فأرضاني الله في زوجي، فكان أعظم رجل رأيته في حياتي، بل أنه كان هدية من الله لي، وعشت معه 21 عاما. لست مبالغة إذا قلت أنني كنت أشعر أنني أعيش في الجنة بكل ما تعني الكلمة من معنى، فكان رجلا حنونا وكريما وعطوفا على كل خلق الله وليس أسرته فقط. ذكرت أنك تزوجت وأنت صغيرة وأكملت مسيرتك التعليمية في بيت الزوجية، فهل كان زوجك يشجعك على طلب العلم؟ تعلمت من زوجي رحمه الله الكثير، وكان نعم العون لي في استكمال مسيرة التعليم حتى حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه، ووصلت بعد ذلك مسيرتي العلمية حتى وصلت لعمادة كلية الدراسات الإسلامية، وتخلل ذلك قيامي بالتدريس في السعودية. ما تأثير صدمة الفراق على حياتك؟ خبر وفاته كان صدمة في حياتي، حيث أنني ظللت فترة طويلة لا أصدق أنه توفي وترك لي بناتي الثلاث، ولولا إيماني بالله لأصابني الجنون من شدة حبي له وحزني عليه، ولكن شدة الإيمان بالله ووجود أسرتي بجانبي خفف عني الصدمة، خاصة أنني أرى أمامي ثمرة عشرتي معه، وهي بناتي الجميلات اللواتي نظرت حياتي لهن حتى يحققن أحلامهن في الحياة. وبلغ من شدة حزني عليه أنني كنت أراه في المنام بكثرة وفي رؤى مبشرا، لأنه كان من الصالحين والمجاهدين، وقد ترك فراغا كبيرا في حياتي، إلا أنني استعنت بالله ووصلت الحياة بتحقيق كل ما كان يريده سواء لبناته أو حبه للعمل الخير. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.